اسمع قل له انا ما ادري الموضوع فهد ابو مالح اصبر دقيقه جوالي يا عيال دقيقه عبد الله جوالات دقيقه ابو فهد قل له عبد الله فريد يبي مستشفى يده توجعه الحين عبد الله يدك هذه عبد الله فريد يا ابو انت في جوال ايش بكون على اسم الله يدخل فيه يا ادخل زايد يكلم زايد يكلم انا قاعد ابدا اتكلم بالموضوع عيال لا تفجوا جوال شحن خلي يكلم الرجال خلي يكلم الله يدخن ابشر انت وش فيك طيب هو من طيب طيب الله يكبر في فقر يعني تقول ما اقدر في فقر وغناء يا اخي ترى الرجال ارخص قيمته الحين صار كل خلق الله قفاح انتهى تسليمته يدير وجهه للصهولي سمعت مني وانا اقول لك يا ابو سلطان الفريدي قشم طيب ومن روش حرب ومشيمته تكفى ابو سلطان يديته تعوره ما يعترف الفاتح يروح يسخ جوالاته خلاص قفل قفل قفلت 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 جواله قفلت لا تندح لا تندح لا تندح شفت شفت ما خلونا نتكلم يا عيال طفى الجوال والله وين كل سلطان لا يزعلان تقول على الهلاله تقعد في النايم والله شيء عنده دوام جوال والله ما بيخ اسمع بس ما ايش يسوي انا ان شاء الله ما اروح ارحب يا ابو عزوز ارحب حرقان مال الاول ولا ثاني حط له هذه حط الله الله قربوها يا الربع في النص نشهد ان خوته قربها قربها عيد نشهد ان خوته العدمان مشي الربع بالله واحد الصوت الله معلومه اسمعوني معلومه عن ابو سلطان تجهلونها وش هي اتحداكم شنو هي ها شنو هي اول شيء ابو سلطان كم تتوقع طوله صراحه قدام قدام تمام ها الحين عيال اذا بيحبون راسه والله كيف يعدون على سلم لا 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 بعلك معلومه انا ادري لا اكثر من 190 طوله انا اعتقد اكثر الحين كيف اجلس لا حولك انا 107 الحين انا بسك دقيقه يعني 178 انا 179 اي الحين يا يمكن في 90 الحين الحين اللي بيحبون اللي بيحبون راس ابو سلطان يعدون على سلم جولان صار الله اكبر على كل شيء 5-2 اذن 23-14-5 لبيه مني فورا شاهي شدنا يا سيف نشهد خوت العتبان مشريع الو ابو سلطان انا شاد انا بدي ادخلك لكن عندي زايد شاب ادخلني بكلمك الحين بس والله صادم الو سلطان يعني عيال صبحت بالخير الله يعينهم حالك ابو سلطان ترى انت عنك ترى ساك طيب المراكي يعدون على الله الله زايد زايد معك احس زي كذا مسين مسمع زي سامي العلم سلامتك طال عمرك في شباب امس في خذها كاش ما ادري خذها كذا كلام كيف الطريق يبغون يسببون بيني وبينك فتنه وانا رجال من بعد سافت السكين وانا والله والله اني ماشي نسيده والله العظيم اني اتحاشى الخصم بالهيبه ورفيقي امس تعب واللي مثلك يعذر يا ابو سلطان رفيقي تعب ورفيقي ما عاد يمشي والله العظيم اني ما قويت والله ما قويت الا اني اوديه مستشفى ورجعنا تقريرنا معنا ودنيانا معنا الله يرحم ابوك ترقيق كيف تقريرنا معنا دنيا انت افلح الله يسلمك تقريرنا معنا ودنيانا معنا وكل شيء معنا والله العظيم واللي رفع سبع ورخاه سبع النمر هنا غير مستشفى مكان اللي ابو فيه اسمه صوص ولبنه والله الله يرحم ابوك والله حتى ها شكشوكه خذيت والله ما خذيت غير حاجه والله مع كرك والله العظيم لا كرك فابو سلطان العلم عندك طال عمرك الشباب يقول 15 كيف الطريق يا ابو سلطان يا ابو سلطان طيب مني بزهم يا ابو سلطان سلطان 15 بيض الله وجهه بيض الله وجهه بيض الله وجهه قد واسر يا هلا القبال صايل ليت منكم واحد في كل دين قد واسر يا هلا القبال شني يا ولد صاحي انت شني مريض مريض قد واسر يا هلا القبال نايمه ابيض نايمه يا شيخ ابيض مره ونور شوف وجهك ابيض نايمه بس والله عظيم في بياض مره باقي يعني ما غسلت وجهك انت نور الايمان نور الايمان قد واسر يا هلا القبال صايل ليت منكم واحد في كل دين بيض الله هجع عز الله أنا تجمع بيض الله هجم سلطان رح اتجه هجم الحالة علمنا علم يوم جوال ابو سلطان ما يقصر دسوا الجوال دسوا ما تاخذ هذا الجوال انا قول قدرتكم اعطيتكم لا اعطيه نعيم انا محمد كلهم كلموا ولا انا بكلم ما عليك اعطني الجوال والله اني ايه يود اشحنه لا يطفي شحنه يا عبد الله تبترش اشحنه
معاك بطاريه باور بنك ولا لا؟ اشوفون الرب انتبه دسه ويرجع بعيد هلا يشوف شوي وبكلم احذف احذف رقم ابو السلطان عشان ما كل واحد كل شوي يدقن عليه يا جاو اذا ما حلوكم مشكلتكم علموني انا اتفاهم معاه انا اعلم كيف حذفت رقم ابو السلطان ما يزعجون انا اوريك كيف انا اعلمك توريك اعلم كيف اتفاهم معاه كيف ها كيف وش هو كيف انتوا علام اذا اسمع اذا اي حلك مشكلتك علمنا نتفاهم معاه ابو سلطان ليه يعني ما اقدر اتفاهم مع ابو سلطان عندنا لا الا انا لو تبين تقلها انا احضر عليك رجال مسري وحدنا مش انتبه بالله مسري وحدنا ان شاء الله ما يستاهل انت قصكم مين؟ من قصكم؟ رجال عطاه سلطان بيضا وجه ابشرك ابو فهد كلمته اعطيته الموضوع من الى قال ابشر بالسعد واتجه قال اصلا خذ كاش لولي ما غير نقادين خذ كاش والله ما عندهم سالفه نقادين على الفاضي علوم ابو شابر ابو شابر يقول لا اله الا الله لا اله الا الله يا عيال بيقولوا لا تكذب على اذنك بس اول حاجه الخوي متى تبين وقت الضيق وقت الضيق وابو فهد تضايق وعد على ابو سابر وابو سابر قال سعد يا ربع والله هذا كلنا الخوه الخوه ما هي بلعبه بلوخ الخوه اللي ما تفايل ما هي كلام الخوه اللي ما تسرك فلقى القى لا بارك الله بها ولا في ابرك هم خوي الا زهمته مرتك ولا خوي نضع منها مسلكه ونعم الله ونعم يا ابو سابر عز الله انك مشهود ساحب 10 قدر رصيدي جوالي عبد الله الفريدي خايف اخليهم يكلمون جوالي رجال مطنوخ رجال فراسي اللي مع عباد ابو فهد علم طيب كفو بدانا على وعطناها العلوم وقال هذا رقم ابو سلطان رقم ابو سلطان محذر ما يعطي الرقم الله والساعه 4 تعرف ابو سلطان لمكانته ما حد يدق على الوقت هذا اي نعم ابو سلطان ما قصر نعم. عبد الله نزال بيض الله وجهه عطانا الجوال وخلانا ندق او تدري اثمرت الموضوع ان ابو سابر اخذ مطلوبه بيضل. الحمد لله اللهم لك الحمد تعال والله مبروك هذه والله ثمره ابو سابر يستاهل ابو سلطان يا فعلان يلا اجيك والله ما تقول كلمه والله العظيم انا اقول كلمه تم الغد الليله ان شاء الله غداكم القابله الغداء غداكم القابله عندي الليله لا عشاء القابله استريح عشاكم ان شاء الله بعد الظهر عندي استريح ان شاء الله يحييكم ان شاء الله الظهر ها البخور طط ابو سلطان ها ايش يا تخيل ابو سلطان نغمه الحين عيال حبه رز مش جاب لي ها رز مش تي رز هذه طحت بحضني يوم علي الجعيدي سوى لنا الكبسه ذاك اليوم هنا الله يستر عليك الله يستر عليك والله العظيم الله